بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أنا أخوكم محفظ رئيس هذا القسم، قسم التحفيظ في المسجد الأندونيسي الكبير عاطف بكر محمد النجار. طبعا إحنا في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، نستقبل طلاب التحفيظ ونجلس معهم ونتدارس القرآن الكريم ونفهم معانيه ونتدبره معه، ونستقبل أيضا صغار وكبار، وأيضا نخرج حفظة كل عام، وخصوصا في هذا الشهر، في شهر رمضان المبارك، قمنا بعمل مسابقة، وسيكون في آخر الشهر هناك مقابلات وجوائز للفائزين في هذه المسابقة بإذن الله تعالى. طبعا هناك فرق كبير بين العام الماضي والعام الحاضر نحن فيه. هناك طلاب يأتون إلينا يوميا يسجلون في هذه الحلقات. العدد كان عندنا 120 العام الماضي، أما هذا العام كان عندنا مع افتتاح هذا المسجد 300 طالب، فنستقبل يوميا طلاب، وإن شاء الله العدد مرشح للزيادة، والحلقات عندنا مرشح للزيادة بإذن الله تعالى. لا يعني في هذا الشهر مبارك نجلس مع الطلاب ونحافظ عليهم من اللهو واللعب، ونجلس معهم فجرا وعصرا ونتدارس القرآن الكريم وعلومه وتدبره بإذن الله تعالى. وهذا من فضل الله تعالى علينا، أن جعلنا من أهل القرآن الكريم ومن خاصته. طبعا عندنا مركزنا يحوي جميع الطلاب، هناك مرحلة ابتدائية، إعدادية، ثانوية، كبار، فإحنا بحمد الله عندنا جزء عامة تبارك، هذول لمرحلة ابتدائية وما يزيد. أما عندنا أيضا حلقة للتثبيت القرآن الكريم، أي طالب ينتهي من هذه الحلقة أو من حفظ القرآن الكريم ينتقل مباشرة إلى هذه الحلقة، حلقة تثبيت القرآن الكريم والمراجعة.